السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، أهلا بكم في مادة المحفوظات. هل يحق لنا أن نعتدي على أبناء الآخرين؟ هل تظنون أن هناك ظالما على وجه هذه الأرض يشعر بلذة السعادة؟ تعالوا لنقرأ قصة شعرية بعنوان الهدهد، نظمها أمير الشعراء أحمد شوقي. وقف الهدهد في باب سليمان بذلة، قال: يا مولاي قل لي، عيشتي صارت مملة، ضقت من حبة بر أحدثت في الصدر علة، لا مياه النيل ترويها ولا أمواج دجلة، وإذا دامت قليلا قتلتني شر قتلة. فأشار السيد العالي إلى من كان حوله: قد جنى الهدهد ذنبا وأتى في اللؤم فعله، ما أرى الحبة إلا سرقت من بيت نملة، إن للظالم صدرا يشتكي من غير علة. الآن يا تلاميذ نشرح المفردات الجديدة. وقف بذلة ذليلة، العلة هي حرقة العطش. ما هي الشخصيات الواردة في هذه القصة؟ نعم، الهدهد، نبي الله سليمان، الحضور، النملة. تعالوا الآن لنحدد الحوادث. في المقطع الأول، أين وقف الهدهد؟ وقف الهدهد في باب سليمان. ما العلة التي اشتكى منها؟ اشتكى من الملل وضيق في الصدر. فنقول في المقطع الأول: وقوف الهدهد في باب نبي الله سليمان وبث شكواه. وننتقل الآن إلى المقطع الثاني: لماذا شعر الهدهد بالملل وضيق في الصدر؟ شعر الهدهد بالملل وضيق في الصدر لأنه اقترف ذنبا. ما الذنب الذي اقترفه؟ سرق قمحة من بيت النملة. فنقول في المقطع الثاني: الحدث هو الإعلان عن سبب شعور الهدهد بالضيق. الواجب المنزلي يا أبنائي حفظ الأبيات حفظاً سليماً، والإجابة على الأسئلة. تفضل يا محمد. ما هو حرف الروي؟ حرف الروي؟ حرف الروي هو الحرف الأخير في كل بيت شعري. الحرف الأخير في كل بيت شعري. حرف الروي هنا التاء